لا فيها عشان كلام كده ده حاجه ثواني انت تبدا شغل قبل السجل اسمع قبل الصور ابدا الامر بروج على الداء ايش اللي انت عمله الله الرحمن الرحيم أصالة عن ملتقى كردفان للثقافة والتراث والفنون لدولة الإمارات العربية المتحدة نفتقي يعني بكل أصالة عن نفسي محمد عيد عبد الرحيم التقي بكل من الأستاذ قادم أحمد حنوة جامعة كردفان كلية التربية مركز الدراسات السلام والتنمية راجل باحث وفنان وله لونيات أخرى من الفن وما شابه ذلك كذلك نرحب بثاري والشاعر الكبير الشاعر الفز محمد عبد الله البكر الشاعر الشهير وأغنية مطر الرشاش الرشة ونرحب بالفنان الرائع موسى داغوس وهو له تجارب مع الشاعر الكبير محمد البكر وكذلك نرحب بأخونا الشاعر مبارك محمد آدم إذاعة كردفان إذاعة شمال كردفان فحبابكم عشرة ونحن في هذه البقعة المباركة كردفان جنة الدنيا اللطيفة كردفان أيامها خريفة يعني وأرس الرمال الظريفة حلمة في ظلالها الوريفة فالحقيقة يعني نحن في جو جميل جدا ونستحله ويعني بدندنة من الفنان الرائع موسى داقوس بإحدى أغنيات الشاعر محمد عبد الله البكر فليحدثنا الأخ بتجربته مع الشاعر الكبير محمد عبد الله البكر الفنان موسى داقوس مرحبا بالأخ الأستاذ محمد عيد عبد الرحيم تجربتي مع الأستاذ الشاعر محمد عبد الله البكر في عدد من الأعمال منها الدراسية ومنها العاطفية المواقبة والحديثة فهذه آخر أو هذا آخر عمل يعني تم في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع اللي هو المحلب الرمى فسمعكم لو دندنة منه إن شاء الله وكذا كلام جميل شكلي بشيء يا رصيد فريد
جف المنام عيني لغم دلار منين جف المنام عيني لغم دلار منين كن الحبيب غافى 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 نسير على هذه الإطالة الفنية الجميلة ويعني أمتعتنا ويعني وما قصرت في حق الشاعر كثيرا يعني في هذا اللحن الجميل. فبنقول خذ من الأصيل النضي جماله ورواقه ومن الأمان الحاجمات لطافة وعناقة ومن الصباح الجد في مجرى الهوى إشراقه ومن الربيع نضارة عند الربا بثاقه ومن الغصون الناضرات تمايلا ورشاغة ومن النسائم في الرواب رقة ولطافة ومن الطيور الشاديات مودة وطلاقة ومن الطبيعة حسنها وعلوها الدفاقة. ونحن مع الطبيعة هذه عاوزين يعني الشاعر الكبير محمد البكر يعني يطل لنا عنه بشاعريته الجميلة يعني في سانحة كده طيبة إن شاء الله. والله شكرا جزيلا والسلام على الأخوة الحضور والسلام إلى الأخوة المغتربين عن الوطن الحبيب. كردفان بتفرد طبيعتها بتفرد على أي إنسان يتكلم فيها باب الخليج باب الطبيعة. إنه بنقول لأخواننا الحضور السامعين وأخواننا البعيدين إنه يلبوا في الدعوة بتاعتنا دي ليشاهدوا ما شاهدنا ويتعايشوا مع الوضع الكردفاني الجميل. وبنقول لهم يا زايد بلدنا الخريف بالله شوف جمالها كيف المردوم في شتاها والطنبور في عز الصيف الحسيس الجراري تراثنا عنده وقيف شوف جمال البادية وشوف هداوة الريف البنات في الرقيص حشمة غير تكليف لا دلال لا صبغة لا كحل لا زيف والشبال في الملم ليزول عفيف وظريف كرباج العنج بعز العاشق قريب ورهيف. كردفان كردفان جمال فايت الوصف حير عقولنا وحجرة لج اللسان مات الحرف أقلامنا جفت محابرة حركنا البنان تشنج وقف أصواتنا بحت حناجرة عزفنا الرباب حتى العزف أنغام جات متأسرة. في كردفان بلد الحنان روضة فاحة زاهرة الشافة شاف الجنان العقل كان بتصورة الخضرة الكست الوديان آيات تقول للناظرة شوفني وشوف الغدران واكتب رسالتك سطيرة. ما تنسى كسبان الجمال والجداول برضك أذكرة السيسبان فرع مال زي عروسة متخفرة تميس حي ودلال وأنوسة بادية متوفرة دي حقيقة ما تقول خيال أفكارك تمشي تبحسرة. والليل الليل منظر خاز
القمرة ضاحكة منورة، واللآلي الما قزاز دي نجوم عيوننا بتسامرة. ما مطر ما مطر لكن رزاز، سمانة دايما ممطرة، حمسات محبي اللزاز. إن شاء الله أفراحهم تحضرها، إن شاء الله أفراحهم تحضرها. أشكرك جدا الشاعر، ويعني أمتعتنا بهذا الشعر الجميل في الأجواء الكردفانية الخريفية، ونحن كذلك يعني تحلو البداية كذلك مع الأخ الشاعر مبارك محمد آدم العزاء، وله لمسات برضو مع كردفان وخريفة يعني. نعم فليسمعنا. نعم والله يا أخي، أولا يعني حي السادة الضيوف وأخواننا يعني، أستاذنا الشاعر الكبير محمد عبد الله بكر، أستاذ قادم، أستاذ محمد عيد، أستاذ موسى، وأخونا لمين. يعني كردفان ده أصلا هي بتجبر الإنسان جبر، أصلا ما في زور كده، حتى لو زائر ولا جيت عبر باب بتجبرك إنك لو ما بتتكلم. يعني زي ما بقول لك الإنسان ده حقار، كردفان أصلا حقار إنه بتجبر الزور. فيعني أصلا أنا ما كتبت فيها، لكن ده شيء هي أجبرني إنه أقول فيها. فقلت جايك انت يا كردفان، انت يا ارض الحبايب والحنان، جايك من بعيد انا مشتاق ليك جدول هان، اما بتضم ولده ترويب وشوق وحنان، ارض الخضره والرمال ما لقيت زيك مكان، كردفان ام القبائل، كردفان ام القبائل جامعاهم من كل مكان، ليك شديت الترحال للغره والفرقان، فيك لقيت البدارية، فيك جوامع وشويحات، بني جرار وهبانية، دار حامد والجيدات، كبابيش وعركية، شنابلة وهواوير، مجانين وعقلية، بقارة وحوازمة، رزيقات ومسارية، دار حامد وزعة، كنانة وحمر وعريفية. انت يا كردفان صفوفك 100%، يا بلد مليانة حنية، فيك الهشاب علامة والتبلدية، معاك الكلام ما بيكمل لو اجتمعوا الشعر كمية، جمالك طبيعة خلابة، الزارق والمزارق عنده فيك النية. انت كردفان ام الحنان، موضوعة في قلب السودان، ناسك ابطال وفرسان، فيك ابويا البرع جامعة تدرس القرآن، مشايخة الطار والنوبة واهل الدوايا وباللحان، وانا بيك جد يا بلد والهان، ومغني من المغرب ليش شقة السرحان، وانا بيك جد يا بلد والهان، ومغني من المغرب ليش شقة السرحان. والله اشكر اخونا مبارك على هذه الاطالة الشعرية الجميلة، ونحن نشكرك على هذا يعني الإطالة الجميلة. ولا ننسى أنه يعني أخونا يعني أستاذ قادم شاعر، إنسان فنان وأستاذ وباحث في المجال التراث الكردفاني، وله إسهامات كثيرة، فكذلك ساهم يعني في تلحين بعض الأغنيات للشاعر كبير محمد عبد الله بكر، ونود أن يعني يطل علينا في ومضة كده يعني من ومضاته اللحنية الموسيقية يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قادم أحمد فنوة، حقيقة يعني من اهتماماتي جدا يعني كردفان هي في حدقة عيوني، والشاعر الأستاذ محمد عبد الله البكر هو يعني جسد لنا كردفان في كلمات ذات معاني ومفاهيم ومضامين وغيم. ونحن برضو أيضا بنشكر يعني الأستاذ محمد عيسى، طبعا له اهتمامات كبيرة جدا، وهو الذي قام بجمع يعني تراثنا، وهو الذي يعني اختار أن تكون هذه الجلسة وفي هذا الموقع وفي في فصل الخريف. وبرضو معنا الأخ الأستاذ موسى، والأخ مبارك شاعر، والأخ الأمين برضو خلف الكاميرا. وأنا يعني ممكن أقول يا كردفان هي يعني جنة وابتسامة وحقيقة وإحساس، فالإحساس بذرة في قلب كل إنسان، وأول من سقاها بالتفاؤل فأزهر له هو الطائر الذي يتبختر وعمره أقل من عام. وكردفان أيضا ابتسامة جنة، الابتسامة عنوان الشعور، والشعور عنوان الإنسانية. لو أن الشيطان ابتسم لما طرد من الجنة. وفي هذه اللحظة يعني أنقلكم إلى عالم عامر بالجمال والحسن. وحقيقة يعني كلمة سيد غنامينا هي كلمة للشاعر الأستاذ محمد عبد الله بكر، وهي الحقيقة جذبتني
يعني معانيها ومفاهيم وقيمتها. ولذلك يعني انا يعني ما وجدت اي نوع من الصعوبه في تلحين هذه الكلمات، ولكن يعني المستمع اللي عنده راي اكبر في مساله اللحن، لانه مساله المزاج والقبول شيء نسبي، وانا يعني احاول محاوله لسماع اللحن يعني ببساطه يعني. واعذروني. سيد غنابينا سيد غنابينا وحكاوينا، الليالي تمر ما بتجينا، حرام لو انت الشوق يزيد صبرك، احنا نار الشوق بتأذينا، صبرنا كثير عشان خاطرك، وكان عشمنا برضو ترضينا، ما براك عارف الفرقة لما تحصل وين تودينا، وعارف مصيرنا من بعدك كان بجري الدمعة في عيننا، برياح الفرقة من خافة عشان بتطفي الشمعة في ايدينا، حرام. الشاعر الكبير محمد عبد الله بكر سيد غناوين، ونحن كذلك نتواصل مع الشاعر الكبير محمد عبد الله بكر في مساحات شعرية، وهو شاعر كبير يدلف علينا من أوطان الصحو ويسمعك من اللحن شعرا وفنا، ونحن أظنك تسمعنا شيء من الشعر. الجوز الجوز الجميل ده، والرمل المختل والذهب الحلو ده، خلتنا انه نطلب على كردفان بعد انها كردفان الفضل خير الفضل برضه انا سميناها مشاتل الريحان. مشاتل الريحان اي، وعشان مشاتل الريحان دي احسن نقولها كمان. مشاتل الريحان تقول كنت براي وفي الذكرى بسأل عنك النسيان، انت معاي بلا حضرة بحسك جوا في الوجدان، تحن للريم تناديني ويسوقك شوق تلاقيني، ألاقيك باشتياق زهرة وبلهفة فراش هيمان، كنت براي وليه هسه غريبة كابد الحزمان، وكم من ألم قسة في قلبي زادة الخفقان، وعارفك التراجيني عشان أوصيك توصيني، نتقاسم الحلو والمرة في ربوع عرضك يا سودان، كيف حالك انت وكيف حال البعيد عن الأوطان، وكل المواسم صيف لا نيل ولا شطآن، لا نظرات تماسيني ولا بسمات تصابحني، في مزماري ماتت النبرة وماتت في حشاي الحان، داير توب وارجع ليك، داير توب وارجع ليك، ومنك أطلب الغفران، أصلي غيور متيم بيك، علمني كيف أكون إنسان، أعاشل بعاشيني وأماشل بماشيني، تجمعني الإلفة لو مرة معاك في مشاتل الريحان، معاك في مشاتل الريحان. هلا وهي كردفان. طيب احنا ما زلنا في كردفان، ويعني الايام دي انا شايف الخريف ومطر الرشاشة، عندك الاغنية او القصيدة بتاعت مطر الرشاشة يا حبذا لو كان لو سمعت انا مطر الرشاشة الراشة؟ والله ان شاء الله. ومناسبة الاغنية دي طبعا غناها طبعا الفنان الكبير صديق عباس، يعني والله لما كتبتها ما كنت بتخيل انه في فنان وحيغنيها وحتسجل ونجم، لأن حبنا لكردفان كان عامينا عن أي حب سوى، لكن أراد الله إنها تمشي وتلف وتجلس مع الناس ويغني. قادم شوي؟ المحلى برمى من ضايرة باللمة، المحلى برمى من ضايرة باللمة، السالفة رضمة في قلبي بنضمة، السالفة رضمة Thank you.
زمان وصاني عليه عليه وصية في الزمة. زرعنا في الباجة مطرتك الواجة، زرعنا في الباجة مطرتك الواجة، قلبي الحرق صاجة ناولوني ثلاجة، قلبي الحرق صاجة ناولوني ثلاجة، طول النهار والليل أنا عيني لجلاجة، طول النهار والليل أنا عيني لجلاجة، أنا عيني لجلاجة. شاشك لي بشاش غير صيد بريش، شاشك لي بشاش غير صيد بريش، جف المنام عيني لا غمد لا رمي، جف المنام عيني لا غمد لا رمي، كنا الحبيب قافا كنا الحبيب قافا، كنا الحبيب قافا، كنا الحبيب قافا، كنا الحبيب قافا، نسير نبيت في قبيش. المحلى برمى من ضير باللمة، المحلى برمى من ضير باللمة، أزول فري ضمى في قلبي من ضمى، أزول فري ضمى، أزول أزول فري ضمى في قلبي من ضمى، أزول فري ضمى زمان وصاني عليه عليه وصية في السماء. وردة غايبة عن الحديقة، وردة غايبة عن الحديقة، والفراش بيسأل عليها، والفراش يا عشاق نانا عمره كله مرهول لديها. وردة حالمة ولا ظالمة قاسية ما بتضحم سجينة، أهي مغرورة بجمالها طيلة أيامها وسنينها. وردة أول يوم تفتح الفراش غب الجبينة، وبث فيها أنبى المشاعر وحركة أشواق الدفينة. وردة حلوة، وردة حلوة جهنمية شاربة من شفق المغارب، للبعيد تمنح عبيرة وتحرم الناس القرايب. والفراش عايش معذب في عذاب وخاطر طايب، وهو أقرب من قريب وأعز من كل الحبايب. بالله يا أهل المحبة، بالله يا أهل المحبة، أفتونا في أمر الورود، الورد دائما محير بدلاله فات الحدود، مر بنداه ومر بشزاه ومر بسناه يبن السدود، ومر يجهر بهواه إن الفراش خل الودود، إن الفراش خل الودود. وجهك جميل آية، وجهك جميل آية يا قمرتنا الضوايا، وجهك جميل آية يا الوناسة وحجايا، وجهك جميل آية يا قمرتنا الضوايا، يا القندول أبو شرايا النظرة ليك كفاية، البسمة بتسوي دعاية مع سمسار المشاية، قصيبة البورة مو سرايا، موصين عليك وصايا، مطرتك دوام دوداية وأرضك مشيش لقاية، سيد الفسة مخواية وسيد التكسي بمراية، ما لي فيهم غاية كيفك يا خي الجداية، أمك عليك شاشاية
أمك عليك شاشة يوم رجعني السنة الجاية. الصبر خلاني برايا ونار اليد حارق حشاي. يا تومي الفراق شوكاية، يا تومي الفراق شوكاية، ما بندور وما بنطايا، غلاب النفوس غواية وندمان بيسوي جناية. أتكلم مع قلبي ونقول له شيل الصوف يا قلبي، ما تشمد علي باقي العمر وتصليني بين هذا الغرام وحرف الجمر. أرحم كفاك يا حنين شوق المعذب من سنين، لمتين يحن قلب النساء يقبل عذر. شيل الصوف يا قلبي، ما تضوّرني بعد الحلوة مر وتطري الليالي الحلوة زي ليلة القدر. أديني معك بس كلمتين، أعرف طموحك حد وين، وأعرف كمان في الانتظار حد الصبر. شيل الصبر يا قلبي، ما تفرض علي الحب جبر، زي الفراق القسمة أبدا ما بتسر. كفاك سكبت دمعتين وطفيت من عمرك شمعتين، ولسه براك في عصباك راجك صبر. مولدها نسيت الالفه يا حلاوه. الريده دي طبعا مشروعه مشروعه اذا كانت بالكلام الجميل يعني. ف كده جيب لنا حقات الحاجلين دي. دي ما صغيره، نقول استاذنا في على ضوء القمر يا جميل. نعم. ومثلا النسيم العليل
نتلاقى نفترش الربع نتوسط العشب البليل على ضوء الجمر يا جميل نتقادم ونرجع سوا نتساقى كاسات الهوى ونطفي نيران الجوى في جداول من جداول السلسبيل نسامر أنجم السماء وزاك البدر كلما صقرك الريان تبسم وظنى طرفك الكحل بذاك الغدر نكتفي حبيب وخل وفي ما ضر أن نحتفي بحب صادق النبي على ضوء القمر يا جميل ومسكين نسيم العليل القمر عامل معي حاجة والله القمر يا أخي أنت قاعد تعال لوس محبة خلاني أحب ما عايز تكتب سيدة